بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله إلى درس جديد للصف الأول الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي، موضوع الدرس الوحدة الخامسة ألعابي وهواياتي، حرف الغين وحرف الضاء، معكم المعلم سليمان بن عجاج العنزي، فحياكم الله. في البداية لابد أن نتطرق إلى التمهيد كما هي العادة لنتعرف على بعض الصور ونربطها بموضوع درسنا لهذا اليوم. الصورة الأولى هي صورة، جميل أحسنتم، هي صورة غزال، رائع جدا، صورة غزال، جميل. سنرى الآن الصورة الثانية، صورة، أحسنتم، صورة غراب، صورة غراب، أحسنتم، بارك الله فيكم. والصورة الثالثة، لاحظوا معي الصورة الثالثة، صورة أشجار كثيفة، ماذا نسميها؟ أحسنتم، صورة غابة، غابة، أحسنتم. لاحظوا معي الآن ما هو الرابط المشترك بين هذه الصور الثلاثة؟ لماذا وضعت هذه الصور الثلاثة؟ من يعرف؟ جيد جيد أحسنتم، رائعون. إذا كلها تبدأ بحرف الغاء، أحسنتم، غاء، غزال، غو، غراب، غاء، غابة، أحسنتم، رائعون جدا. إذا نفصل الآن ما بين هذه الصور والصور التي تليها لنستعرضها الآن مع بعضنا البعض. الصورة الأولى صورة ظرف، أحسنتم، ظرف، رائع جدا. ماذا نضع في الظرف عادة؟ نضع فيه الرسائل، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا ظرف. الصورة الثانية، جميل أحسنتم. إذا هل هي صورة شخص؟ إنسان؟ صحيح، إنها صورة ظل. ظل ماذا؟ ظل إنسان، أحسنتم. الصورة الثالثة صورة ظفر، أحسنتم، صورة ظفر. إذا ظرف، ظل، ظفر، أحسنتم، رائعون جدا. إذا عرفنا الآن مجموعة الصور الثانية والرابط بينها كلها الثلاثة، ما هو؟ كلها تبدأ بحرف الظاء، حرف الظاء، والمجموعة الثانية تبدأ بحرف الغاء، غاء، أحسنتم، رائعون جدا، بارك الله فيكم. إذا عرفنا الآن ما سر هذه الصور ولماذا وضعناها في بداية هذا الدرس، أحسنتم. ننتقل الآن إلى أهداف الدرس، وذكرنا بأن الأهداف لابد منها في كل درس، في كل درس، ولا بد للإنسان أن يكون دائما لديه أهداف يسعى لتحقيقها في حياته، في دراسته، في عمله، في كل مناحي حياته. إذن الهدف الأول من أهداف دروس هذا اليوم هي التعرف على التنوين، وهي مهارة جديدة سأشرحها لكم اليوم بإذن الله تعالى في هذه المراجعة. إذن نتعرف على التنوين. أما الهدف الثاني فهو تدريبات على المد والمقطع الساكن. المد يعني الصوت الطويل، والمقطع الساكن سبق وأن شرحنا هاتين المهارتين في الدرس أو في الدروس السابقة. الهدف الثالث من أهداف درس هذا اليوم هي نطق حرفي الغاء والظاء نطقا صحيحا. الهدف الرابع من أهداف درس هذا اليوم هي كتابة حرفي الغاء والظاء بشكل صحيح وعلى السطر. أخيرا تجريد حرفي الغاء والظاء، وقد عرفنا معنى التجريد وأنه استخراج الحرف من الكلمة سواء أكان في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، أحسنتم، رائعون. إذن في البداية نريد أن نتعرف على التنوين، فما هو التنوين؟ ما هو التنوين؟
التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، نون ساكنة تلحق آخر الاسم. إذا لا يقصد بهذا بأنها نون كما هو حرف النون الذي يكتب، لا، ولكن في النطق تكون كأنها نون ساكنة. والآن سنتدرب على التنوين ونرى مدى صحة هذا الكلام. إذا نون ساكنة تلحق آخر الاسم، آخر الاسم. إذا التنوين لا يأتي مع الفعل، وسبق وشرحنا الفعل إذا كنتم تذكرون. فالتنوين لا يأتي أبدا مع الاسم، مثل ذهب، أكل، يأكل، يشرب، لا يأتي معها التنوين. لا نقول يذهب أو تذهب أو يشرب، إذا لا يأتي التنوين مع الاسم. التنوين لا عفوا لا يأتي التنوين مع الفعل، إنما التنوين يأتي مع الاسم فقط. إذا هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم. أيضا نستفيد هنا بأن التنوين يكون في آخر الكلمة، في آخر الكلمة دائما وأبدا في آخر الكلمة، ولا يكون في أولها ولا في وسطها. كيف يكتب التنوين؟ وهذه مهارة مهمة يجب أن نتعلمها. لاحظ معي الآن، لاحظ معي هنا، هذه فتحة، أحسنتم، وهذه كسرة، وهذه ضمة، أحسنتم، وهذه علامات الصوت القصير. إذن فتحة وصوتها أ، كسرة وصوتها إي، وضمة وصوتها أو. أما التنوين فبهذا الشكل، لاحظ معي الآن، التنوين يكون مضاعفا، فتحتان، هنا فتحة فتحتان، كسرة كسرتان، ضمة ضمتان، أ أن. لاحظ الآن النون التي يقصدونها هنا في النطق، كأنك تضيف نون ساكنة، أن، إي، إن، أو، أن. الآن في هذه الشريحة سوف نوضح ذلك بشكل أفضل. لاحظ معي فتحتان، كسرتان، ضمتان. إذا تنوين فتح، تنوين كسر، تنوين ضم، تنوين ضم، أحسنتم. إذا لاحظ معي الآن حرف الآ، آ فتحة آ. أما إن كان عليها فتحتان فنقول أن، آ أن. رددوا معي، آ أن. جميل، اقرأوها، جميل، ممتاز. إذا آ أن أن، لاحظ آ وأضفنا لها نون ساكنة خفيفة جدا، قلنا أن أن، يعني كأنه مقطع ساكن، أن، أحسنتم. نتابع الآن الكسرتان، ها هذه إي، أحسنتم. لاحظ الهمزة في الأسفل، دائما الهمزة إذا كسرت، إذا كان عليها كسرة نضع الهمزة، ننزلها من فوق إلى الأسفل، إي إن، جميل، إي إن، أحسنتم بارك الله فيكم. إذن إي إي كسرة، نضيف لها نون ساكنة خفيفة فنقول إن، إي إن، أحسنتم، رائعون. نتابع معا الآن، من يقرأ؟ يلا اقرأوا الآن، ممتاز، وهذه، أحسنتم، رائعون. إذن أو أن، أو أن، ممتاز، رائع جدا. إذن آ ضمة أو، نضيف لها النون ساكنة هنا لأن فيها تنوين، أن أن، لاحظ النون الساكنة الخفيفة في النطق، أن، أحسنتم. نعيد الآن، آ أن، إي إن، جميل، أو أن، أحسنتم، رائعون جدا. لاحظ معي الآن التاء المربوطة إذا كان عليها تنوين، تن تن. إذا لاحظ حرف تاء وبعده نون ساكنة، تن تن، لو كانت مفتوحة قلنا التاء، التنوين نقول تن تن، عفوا نقول تن. إذا تاء تن، تاء تن، تي تن. لاحظ معي الآن لو كانت مكسورة فقط نقول تي، كسرتان نقول تن، جميل، تن تن، أحسنتم، رائعون. إذن تن تن تن،
لاحظ بأن صوت الحركة، صوت التنوين تماما مثل صوت الحركة. هنا نفتح الفم تن، هنا تن نكسره قليلا، هنا نضم الشفتين نقول تن. جميل، أحسنتم، رائعون. إذن كيف ننطق الآن التنوين مع الكلمات؟ لاحظوا الكلمة الأولى كلمته، أحسنتم، حطب، حطب. وذكرنا بأن الحرف الأخير إذا لم يكن عليه حركة فهو ساكن، نقول حطب، حطب. سنرى الآن مع التنوين كيف تقرأ وما الذي يطرأ على الكلمة من تغيير. لاحظ معي الآن، اقرأ. جميل، حطب، وهنا حطب، أحسنتم، وهنا حطبا، أحسنتم. إذن لاحظ معي هنا أضفنا ألف في آخر الكلمة، لماذا؟ من يعرف؟ جميل، أحيانا التنوين، تنوين الفتح يحتاج إلى هذه العصا ليتكي عليها، وهذه ستتعلمونها إن شاء الله في أيام قادمة. إذن حطبا، إذن هنا وضعنا الألف لأجل تنوين الفتح، فلا نقرأ الألف ولا نعتبره مد، نقول حطبا، حطبا. غالبا يعني في الكثير يأتي تنوين الفتح معه الألف، انتبهوا لهذا. حطب، حطب لا يأتي معها الألف، حطبا يأتي معها هذه الألف في نهاية الكلمة، وبعض الكلمات لن يأتي معها، وسنلاحظ هذا بعد قليل. نقرأ حقل، حقل. جميل، حقل، اقرأ. جميل، أحسنتم، ممتاز. إذن حقل، حقل، حقلا. جميل، لاحظوا هنا الألف بعد اللام، لماذا؟ لأن تنوين الفاتح يحتاج هذه العصا أحيانا. إذن حقل، حقل، حقلا، رائع جدا، ممتاز، أحسنتم. نقرأ الكلمة، جزاء، أحسنتم، جزاء. لاحظ معي الآن، اقرأ. جميل، جميل، أحسنتم. إذن جزاء، 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 جزاء. لاحظ معي الآن، هنا لا توجد ألف بعد التنوين، أليس كذلك؟ لاحظوا هنا ألف وهنا، لكن هنا لا يوجد ألف، لا يوجد ألف، لأن آخر الكلمة همزة وقبلها ألف، لذلك لا نضع الألف بعدها، وهذا ستتعلمونه إن شاء الله في أيام قادمة. إذن جزاء، جزاء، جزاء. فلا بد أن تعرف بأن تنوين الفتح متى ما رأيته تقرأه أن، لن، بن، وليس لك أي علاقة بالحرف الذي بعده. واضح؟ جزاء، حقلا، حطبا، حطبا، أحسنتم. هذه الكلمة شجرة، سهلة. الآن نقرأ. جميل، أحسنتم، جميل جدا. إذن شجرة، شجرة، شجرة. ولاحظ أيضا شجرة لا يوجد بعدها ألف، وكما ذكرت حتى لو جاء ألف بعد التنوين لا تقرأه، اقرأ التنوين وتتوقف دائما عند التنوين. حطبا، حقلا، جزاء، شجرة. نعيد القراءة بشكل سريع الآن، اقرأوا معي. جميل، حطب، حطب، أحسنتم، حطبا. طيب نقرأ قراءة عكسية، اقرأ. حقلا، أحسنتم، حقل، جميل، حقل، أحسنتم، وهنا جزاء، أحسنتم، جزاء، جزاء، رائع. وهنا قراءة عكسية، شجرة، 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 أحسنتم. نواصل، قلم، أحسنتم، قلم. طيب اقرأوها مع تنوين الفتح، أحسنتم، مع تنوين الضم، جميل، مع تنوين الكسر، أحسنتم، رائعون جدا.
إذا نواصل الآن مع الضم، جميل، مع الكسر ومع الفتح، أحسنتم. قلم، قلم، قلما. لاحظ هنا الألف هذه العصا بعد التنوين، لا نقرأها ونتوقف دائما عند التنوين، فنقول قلما، قلما، أحسنتم. هنا كتاب، هيا نقرأها الآن مع الضم، كتاب، أحسنتم، كتاب، كتابا، رائع جدا، أحسنتم يا أبطال. وهنا سيارة، أحسنتم، أقرأها الآن مع تنوين الضم، تنوين الكسر، تنوين الفتح، أحسنتم، سيارة، 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 أحسنتم، رائعون جدا. مرفأ، نقرأها الآن مع تنوين الضم، مرفأ، 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 أحسنتم، رائعون، بارك الله فيكم. إذن الآن بعد أن انتهينا من مهارة التنوين، نستذكر مهارة المد مع المقطع الساكن في هذه الأمثلة. ص دق، أحسنتم، ص دق، جميل. لاحظ هنا مد بالألف وهنا مقطع ساكن، أحسنتم. نواصل القراءة، يلا نبدأ، اقرأوا، أحسنتم. قب لي، قب لي، قب لي، أحسنتم. إذن هنا مقطع ساكن وهنا مد بالياء، قب لي، قب لي، قب لي، أحسنتم، رائعون. نواصل الآن، اقرأوا، صورة، صورة، أحسنتم، ممتاز، رائعون جدا. إذن صورة، صورة، أحسنتم، رائعون، بارك الله فيكم. نواصل القراءة الآن، جميل، وهنا، جميل، وهنا، أحسنتم. إذن مصرف، 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 أحسنتم. نواصل القراءة، جميل، أحسنتم، جميل جدا. إذن يصنع، 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 أحسنتم، مقطع ساكن وهنا أيضا مقطع ساكن، رائع جدا. بعد أن تعلمتم المقطع الساكن والمد، أصبحت القراءة بالنسبة لكم أسهل وأسرع، أحسنتم. نقرأ، مجلس، أحسنتم، مجلس، مجلس، رائعون، مجلس، مجلس، جميل، بارك الله فيكم، أحسنتم. إذن الآن سننطق حرف الغين، طبعا اسمه غين وله أصوات، وله أصوات، اسم الحرف حرف الغين وله ثلاثة أصوات، هنا مع الفتح غاء، أحسنتم، ومع الكسر غي، ومع الضم غو، أحسنتم، رائعون جدا. إذن غا غي غو، لاحظ معي الآن هنا الغا في وسط الكلمة وهنا في آخر الكلمة متصلة مع ما قبلها، أحسنتم. نذهب الآن إلى الصوت الطويل، غا، أحسنتم، غي غو، أحسنتم. نقرأ الآن الصوت القصير والطويل، جميل، أحسنتم، ممتاز، أحسنتم، رائعون، أحسنتم، غا، غا، غي، غي، غو، غو، أحسنتم، رائع جدا. الآن ننطلق إلى صوت الضاء مع الفتحة، ضاء ومع الكسرة، ضي ومع الضمة، ضو، أحسنتم، رائع جدا. إذن ضاء، ضي، ضو. والصوت الطويل، ضاء، ضي، أحسنتم، ضو، رائع جدا. إذن أين الصوت القصير، هذا أم هذا؟ أحسنتم، هذا هو الصوت القصير وهذا الصوت الطويل، وذكرنا بأنه صوت طويل لأنه أولا
مؤلف من حرفين حرفين حرفين، وحرف الآ قبله فتحة، وحرف الياء قبله كسرة، وحرف الواو قبله، أحسنتم، ضمة. وذكرنا بأن حروف المد ثلاثة، آ ويا، آ ويا، أحسنتم، رائعون. أما كتابة حرفي الغاء والظاء فهي سهلة وبسيطة جدا. لاحظ معي، حرف الغاء يكتب على السطر ثم ينزل إلى الخط البنفسجي، وذكرنا بأن هذا أقصى حد يصل إليه الحرف من الأسفل. إذن الغاء تكتب على السطر بهذا الشكل، الغاء ثم تنزل إلى الأسفل. لاحظ معي، إذا كانت الغاء في أول الكلمة تكتب على السطر فقط، وفي وسط الكلمة كذلك على السطر، في آخر الكلمة سواء كانت متصلة أم منفصلة لابد أن تنزل إلى الخط السفلي، أحسنتم. لاحظ معي الآن حرف الظاء. الظاء يكتب على السطر ولا ينزل أبدا إلى الأسفل. لاحظ معي أنه يصل إلى الخط الأخضر، ظ ظي ظو، وفي كل حالاته لابد أن يكتب على السطر. لاحظ معي الآن حرف الغاء في أول وفي وسط وفي آخر الكلمة، غا درا، أحسنتم، وهنا جميل، مغربو، وهنا صم غو، أحسنتم. لاحظ حرف الغاء كيف يكتب على السطر وينزل إذا كان متصلا في آخر الكلمة متصل أو منفصل، وإذا كان في أول الكلمة أو في وسط الكلمة يكتب على السطر فقط. نلاحظ الآن حرف الظاء، ظل، وهنا أحسنتم، مظلم، وهنا عكاظ، أحسنتم، عكاظ. لاحظ حرف الظاء ذكرنا بأنه يكتب على السطر ولا ينزل أبدا، أما العصا فهي تصل إلى الخط الأخضر، أحسنتم وبارك الله فيكم. أخيرا نجرد حرف الغاء ثم نقرأ، هنا غزال، أحسنتم، وهنا صغير، رائع جدا، وهنا فراغ، ممتاز، أحسنتم. هنا الغاء في أول الكلمة، أحسنتم، إذا جردناها، جردنا الحرف من الكلمة ووضعناه هنا مع الحركة، صغير. هنا الغاء في وسط الكلمة، في وسط الكلمة، أحسنتم، مع الكسرة، وهنا في آخر الكلمة متصلة منفصلة، أحسنتم، منفصلة، لأن الألف من الحروف التي ليس لها إلا يد واحدة، لذلك لا تتصل الغين بالألف، غو، أحسنتم. نواصل، اقرأ، أحسنتم، غراء، أو، غراء، أو، وهنا مغرب، أحسنتم، وهنا يبلغ، أحسنتم. هنا نجرد حرف الغاء مع الكسرة، أحسنتم، نجرده ونقول غي في أول الكلمة، مغربو، لاحظ الغاء في وسط الكلمة لكنها ساكنة لذلك لا ننطق الحرف وهو ساكن، يبلغو، غو، هنا الغاء في آخر الكلمة متصلة أم منفصلة؟ متصلة، أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نجرد الآن حرف الظاء ثم نقرأه، نقرأ الكلمة الأولى، ظهر، ظهر، أحسنتم، وهنا نظيف، أحسنتم، وهنا يحافظ، أحسنتم. نجرد حرف الظاء في أول الكلمة بهذا الشكل، ظاء ثم نمد الخط بعدها مع الفتحة، والظاء هنا في وسط الكلمة مع الكسرة فنقول ظي، وهنا في آخر الكلمة متصلة أم منفصلة؟ أحسنتم، متصلة، لذلك نضع لها يد، نضع لها
يد أو خط صغير قبلها ضوء. أحسنتم، واصل. هنا ظبي، أحسنتم، ظبي. وهنا مظلة، لاحظوا التشديد هنا، مظلة، ممتاز. وهنا محفوظ، محفوظ، أحسنتم. هنا الضاء في أول أم وسط أم آخر الكلمة؟ أحسنتم، إذن في أول الكلمة ظاء، وهنا في وسط الكلمة. أحسنتم، لاحظ شكلها في الوسط، خط صغير قبلها وخط آخر بعدها ظاء. أحسنتم، وهنا ضوء في آخر الكلمة، متصلة أم منفصلة؟ أحسنتم، منفصلة، ضوء. جميل جدا، أحسنتم وبارك الله فيكم. وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وأعيد وأذكر بتدريبات الوحدة الخامسة، بطباعة هذا التدريب وحله في البيت، وتجدونه تحت هذه الصورة، وبمجرد وضع الجوال، كاميرا الجوال عليها، سوف تظهر بإذن الله لكم. وفي الختام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.